أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح. اليوم رح يكون حلقة، يمكن أول مرة بنعمل هذا النوع من الحلقة بعنوان الأخلاق المسيحية. شو هي الأخلاق المسيحية؟ ما معنى الأخلاق المسيحية؟ ومين هو المثال اللي ممكن نتشبه أو نتعلم إنه فعلاً نقول هذا وقمة الأخلاق؟ هذا موضوع كبير جداً. بتذكر في أيام الدراسة في كلية اللاهوت، يعني موضوع كورس كامل بمجلدات اللي بعالج كل أنواع المواضيع الأخلاقية. وطبعاً اليوم المواضيع عم تزداد والتساؤلات عم تكثر والأفكار عم تتغير من كولتشر لكولتشر، لعادات لتقاليد، من بلد إلى بلد. ولكن شو الإشي الثابت؟ أنا عاوز أقول الإشي الثابت هو الكتاب المقدس وشخص الرب يسوع المسيح. مشان هيك أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة، لأنه فعلا أول مرة بنتكلم عن هذا الموضوع. يمكن حكينا في حلقات كتير بتشوف مقتطف هنا أو هناك، ولكن اليوم رح نأخده كموضوع دراسة في هذه الحلقة. لو عندك سؤال أو بتحب أي توضيح، الأرقام الهواتف موجودة أمامك على الشاشة، وطبعا فيك تتواصل معنا من خلال السوشيال ميديا. ابقوا معي حتى نبتدي في الموضوع بعد هذا الفاصل.